كذلك عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بقرية أبو رجوان القبلي بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة لاستعراض برنامجه الانتخابي والذي يستهدف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. تستكمل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران جولاتها بمحافظات مصر، فقرية أبو رجوان القبلي في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة كانت إحدى وجهات حملة زهران لاستعراض الملامح الأساسية لبرنامجه الانتخابي بمحاوره الثلاث السياسية الاقتصادية والاجتماعية. احنا عايزين تغيير في اتجاه بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. جوهر برنامجنا، جوهر ندائنا بالتغيير هو تحرير الاقتصاد، تحرير السياسة، تحرير المجال العام. يعني باختصار هو على الصعيد السياسي هو اصلاح سياسي شامل. هدفنا نوصل صوتنا لكل شعب مصر قدر الامكان ونترك له حرية الاختيار. احنا عايزين نقول لشعب مصر ان احنا لدينا رؤية ولدينا فكر ونطمح في التغيير الآمن الديمقراطي لمستقبل افضل ان شاء الله للمصريين. المؤتمر الجماهيري الذي شهدته محافظة الجيزة تحدث فيه بعض القائمين على حملة زهران عن أولويات البرنامج الانتخابي للمرشحة التي تستهدف المواطن في المقام الأول والعمل على تلبية احتياجاته. إن احنا نكثف من الشكل ده من التواصل المباشر مع المواطنين، معتمدين على إن عندنا رؤية وبرنامج الناس محتاجة تسمعه، الناس مش محتاجة تشوف حملة انتخابية بتكثف بس في شكل الدعاية والإعلانات، قد ما محتاجة تسمع من أي حملة انتخابية في أي انتخابات الخطاب والرؤية اللي بيقدمها المرشح تجاه المنصب اللي هو داخل عليه. سنتحدث عن تفعيل الدستور المصري وكيفية تنفيذ ما ورد به من بنود حقيقية تم استفتاء الشعب عليها، ومنها تحديدا ملفات الصحة وملفات التعليم. ندعوكم جميعا للنزول للانتخابات وللإدلاء بصوتكم. وخلال المؤتمر أكد بعض المتحدثين أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين تتمثل في أيام الانتخابات وخلف الستائر للإدلاء بالأصوات، مؤكدين أن التغيير يأتي عبر صناديق الاقتراع. كما دعت الحملة جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.